أنا قبيله في الكواليس كانت كيبكيو كلهم، الام كتبكي والبنت كتبكي، كتبكي تقول لك انا ما بغاوش غير صندوق بيد بيا، قالت نجبدوه ونخرجوه ونشوف اش كاين، لان ما يمكنش نبقى نتسناو، راه صافي با تدمر، امي تدمرات، خويا تدمر. اقسم بالله الا مستعده يحلوا الصندوق ويدفنوني فيه انا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديوهات الموضوع ديال الأسماء اللي بين قوسين العائلة كتقول مختفية، بعض المستجدات مهمة في الموضوع طرحات ربطت بين الأستاذة زين بالاتصال من أجل تبين الحقيقة أكثر في الموضوع. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف النقط المهمة في الموضوع مع الأخت هي الأولى. أختي، بعض المستجدات جديدة عندكم في الموضوع، نوري لنا الرأي العام. السلام عليكم، أنا أخت أسماء الوليد. بالنسبة للمستجدات الجديدة، كنتفاجئ مؤخرا بميساج كيجي من البنت ديال الأخت ديالي اللي هي كانت معاهم في الحادث، كيقول بأن الطوموبيل كانت فيها أسماء والسائق اللي هو الزوج وثلاثة ديال الأبناء. الكسيدة طرات وهما مجموعين في الطوموبيل، أسماء والدري كيقول ماتوا، هو والبنات ما ترى لهم والو. واخا تساؤل اللي كاين، الدري حاضره وسط الطوموبيل وحاضره في الحادث، كتصيفط ميساج كتقول واش بصح ماما ميته ولا حيه في الاردن؟ ماما ما ميته، قولوا لي الحقيقه، واش هاد البنت اللي حاضره في الكسيده كتسولنا حنايا اللي كنتسائلوا وما شايفين لا حادث لا الصندوق اشنو فيه، كتسولنا حنا نجاوبوها على هاد السؤال في الوقت اللي حنا هاد السؤال بالضبط اللي محيرنا طالع في 3 سنين دابا وباغي الاجابه ديالو. هاد البنت كتسول كتقول سي فري كو مامون فيفون اون جورداني، مامون الي با ديسيدي، دي موا لا فيريتي. اش من لا فيريتي غنقولوا حنا لهاد البنت؟ حنا كنقولوا ما كايناش، كتقول لكم واش ماما عندكم في المغرب سلموا لي عليها. حنا هاد البنات ما عارفينش شنو كيدور في راسهم. الا كانت هاد الاخت ميته وهي في الحادث، يعني البنات غيكونوا على درايه وعلى علم بان امهم ماتت وبانهم داروا كسيده وبان الام تلقات المسره ديالها في داك الحادث. البنات كاين فيه هادشي، هما كيسولوا على الام ديالهم. هل يعقل واحد الانسان حاضر في واحد البلاصه، يعني كما كنقولوا مسرح الجريمه والحادث بعينه، وما عندوش فكره على الحادث وعلى الموت ولا الحياه، ما عارفاش البنت مصير الام ديالها. يعني مبدئيا اللي فهمت باش نقربوا الصوره اكثر، الحادثه هو اللي كان صيق والطوموبيل ضربت من القدام، هو ما وقع ليه حتى حاجه، توفت الزوجه والابن. واخا هنا كيطرح لي سؤال اخر، هذاك الصور اللي كنعطاكم ديال الاخت كيقول لكم راه هي هذه، انتم شفتوا الصور الراس ديالها، هذاك الابن عمره عطاكم التصاور ديالو؟ الابن ما شفنا عليه حتى شي حاجه وما عرفنا عليه حتى شي معلومه الا صوره ديال القبر في الاردن كاتب عليه ضريح المرحوم امير، بلا ما نكمل الاسم الكامل، ضريح القبر امير، ما عرفتش. يعني هو عطاكم يعني عطاكم الصوره ديالها وديال الابن، ما عمره عطاكم شي صوره؟ لا، الصوره ديال الاخت ديالي مضروبه مديور لها الحنه كيف سبق وقالت الاخت ديالي والام ديالي، داك الشيء راه كنقولوا وعندي الدلائل وعندي ما يفيد، ما كنقولوا حتى شي كلمه على الخاوي، ما كنقولوا حتى شي حاجه. على ذكر الحنه، هذه الحنه وهاد الصوره فين؟ في السبيطار. هاد الحنه قال لك نتوما فين شفتوها؟ قلنا لي في الصوره، قال لك لا هذاك راه خرج بفيديو مورا هادشي وكيقول بان هذاك بيطادين. واش انا عندي تساؤل، كنتمنى شي حد بعقله، الا كنت انا مسطيه يكون اللي كيسمع بعقله، واش السبيطارات كيداويو بالحنه وخرج في فيديو كيقول هذاك راه بيطادين وعندي لي فيديو وعندي كل شيء، عندي اش قال لنا وعندنا اشنو خرج بالفيديو كيقول، كل شيء عندنا وكل شيء موثق كل شيء مقاد. كذلك طرحتي لي واحد العلامه اخرى ما فهمتهاش، قلتي انه شي حد من المقربين من العائله كتقول لكم نقطع يدي للدري عايش، كاين هذا الكلام؟ كاينه خالتي اللي هي كنعتبروها الام الثانيه ديالنا من بعد اسماء الله يرحمها ومن بعد الوالده، يعني عاشت معانا من الصغر ديالها وكل شيء، كاينه تما ما البنات محرومه منهم ما كتشوفهمش، يعني كتموت بالحسره ديالها عليهم. واخت ديالي اللي هي حاربها وعندي ما يفيد بانه كيدير لها المشاكل بحكم انها ما خايداش ورقيه. اختك اخرى اللي هي عايشه في بلجيكا. عندها ورقيه كيحاربها حيدي المحامي ولا غندير لك مشاكل، وعندي كل شيء كنقولوا عندي عليه الدليل. كيقول لها حيدي، علاش هاد الناس اللي هما القرابه الاولويه عندهم البنات ختهم؟
يكونوا مع وليداتهم يشوفوهم يحنوا فيهم كيف ما كيقولوا كان دير لهم داك الطقوس والعدد ديال المغاربه تحني ليهم تشري ليهم تفرحهم علاش ما يبقوش قرب من خالاتهم لان كانوا البنات يعني كنقولوا كان حادث وكانت الامور كما هي ما غاديش البنات غادي يتبعدوا منهم وكتبقى عندهم علاقه بواحد الانسانه اللي هي كتبقى غير مرت خالي كتبقى عندهم معها العلاقه وكتقول لنا الابن ما ميتش رجعوا لهاد ابن ما ميتش هي كتقول لك بهذه الطريقه وهذا الكلام انه واثقه شنو هو الدليل ملي كتسولها كتقول لها باش عرفتي انت بانه الدري كتقول لك نقطع يدي بانه راه حي ما ميتش شنو هو الدليل اللي كتشوفوه نتوما كتقول لكم باش عارفه هي المعلومات هذا هو التساؤل ديالنا وهذا هو اللغز يعني كاينه شي حاجه اللي حنا ما عارفينهاش ربما كتداول بيناتهم ربما الله اعلم وهادشي كله كنقولوا راه كاينين مكالمات هاتفيه وكاينين راه الحمد لله حنا في المغرب راه كاين تطورات كاينه خبره كاين بزاف الحوايج ما كنهربوش من القانون حنا مواجهين القانون وباغين فعلا القانون باغي القانون هاد الهضره كتقالوا كاين عندي سؤال اخير معاك دابا قلتي لي وحده من العائله كتعيش في بلجيكا والاخت ديالكم تتعيش في بلجيكا مع الاخت اللي هي توفات او مختفيه صافي هاد الاخت اللي باقا عايشه حتى هي اختكم اللي موضوع النقاش حتى هي اختها ياك وهذه من عائلتكم ما دارتش اجراءيه في بلجيكا باش يقلبوا على الحقيقه ديال هذا الملف شنو داروا ما خلاش لها الفرصه كتبغي دير شي محاوله كيبلوكيوها كلشي عليها حد كم عندكش الوراق غديري شي محاوله المغرب البنت هي مسكينه دابا هاد اختكم هادي ما عندهاش الوراق لا ما عندهاش الوراق هادي هي النقطه الضعف اللي استغلوا هاد الناس انا ما فهمتش هاد الناس واش مع الحق ولا ضد الحق واش مع الحق ولا مع الكذوب مع النفاق يعني هي ما قدراتش اختك انت اللي باقي على قيد الحياه اختكم الاخرى تواجهوا لانه عندها نقص في الوثائق ما عندهاش الوثائق ديالها ما عندهاش وكيقول لنا السيد ملي جاتني اخت الاخت ديالي بعدا راه جات باسبورها الاحمر الباسبور البلجيكي باش جات موراها كيقول لنا صيفطوا لي الباسبور ديالها البلجيكي محتاجو تمايا خصني ندير به شي وريقات خصني ندير به شي ولا صيفط لكم هذا الباسبور جمع الصندوق شنو عطاوكم نتوما مع الصندوق عطاونا التصريح بالدفن وعطاونا شهاده الوفاه كل واش لا بلاتي باش الناس تتبع معنا كل ورقه شرحي لي ملي تقولي تصريح بالدفن ديال المغرب واش شرحي لي لا حسب الدراسه ديال الاستادات اللي هما عندهم درايه بالقانون قال لك هادو راه ماشي ديال المغرب ديال الاردن هادشي اللي كاين تصريح بالدفن اللي يذكروا فيه حتى المقبره فين تدفن مقبره سيدي بولكوان اقليم سيدي بنور هذا هادو شوف هذه مجموعه من التساؤلات ومجموعه من المعطيات وكاين مازال تساؤلات اخرين كل معطيات اخرين لدرجه انه كاينين هاد الدريه ماتت في السبيطار فين الورقه ديال لاموت بالنسبه لهاد الدريه فين كانت هاد 3 ايام مثلا ديال الموت على ما جات المغرب فين كانت هاد الدريه ما عندنا حتى شي ورقه التقرير ديال الطب الشرعي ما كاينش شي حاجه اللي كتثبت ان هاد الدريه دارت حادث وبانها ماتت في الحادث ما كاينش لا حتى البنات باش غادي يتواصلوا معنا ويتعاملوا معنا عادي لو كان البنات شوف لو كان البنات غير بقاو معنا اون كونتاكت وكيهضروا معنا ما غنبقاو عاميين ما غندو ما نجيبو غنقولوا راه فعلا راه بنات اختي وداك الشيء هادشي اللي داروا البنات الصغيورين هما اللي فيقكم نتوما تبحتوا محرومين منا محرومين من المكالمات انا نتحداه ونتحدى البنات الا كنت انا واختي من داك التاريخ ديال الوفاه باش داز هادشي وبدينا كنفيقوا كما كيقولوا الناس كل كيعطينا كلمه وكنبداو نهضروا في هذا الموضوع الا تصابت شي مكالمه بيننا وبينهم حنا راه بنات ختنا هادو على الاقل نشموا فيهم ريحه اسماء علاش نتحرموا منهم حنا هاد المستجدات اللي دابا كنهضروا فيهم ما عرفناهم حتى مؤخرا حتى ولات الوالده عندي كتبقى تصيفط لي زوديو للبنات وكتبقى تهضر معاهم على شحال عاده كيجاوبوها ومره مره كيقولوا هادشي حتى قالت لي انا الوالده انتم البنات اش كيقولوا اش كيقولوا بحكم الوالده ما قاريه البنات صغيورين بناته والبنات ديال اختي كيقولوا كيتسولوا هما كيسولوا هما كيقولوا عاد حنا بدينا كنستوعبوا داكشي وكنرجعوا الهضره والهضره اللي زادوا قالوا الناس اللي عايشين معاه دابا تما وباقيين معاه على تواصل وباقي كيمشي وكيجي عندهم كيقول لك بان الدري راه ما ماتش خصكم نقدروا نقولوا ما عرفت ولكن الدري راه ما ماتش هادشي دخلنا الشك هاد السيده اللي قلتي لي من عائلتكم كتقول لكم الدري ما ماتش هنا كدوي وهي واثقه كتقول لكم ما ماتش مزيان باش جاوبتكم على 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 على, على اختك اختك كتقول ماتت وهي اللي كانت في لا مادام عرفت الدري ما ماتش بهالطريقه تقدر تجاوبكم حتى على الجوتا غتكون عندها معلومات مثلا كتقول لينا سيروا ديروا الشكايه ديالكم وديروا فتح تحقيق وشوفوا الصندوق راه اختكم غالبا راه ماشي في الصندوق المهم ديروا قلبوا على هذه المساله ما خاصكم تسكتوا على هذه المساله الدري راه حي والدريه شوفوا واش في الصندوق ولا لا لان حتى شي حد ما عارف واش ميته ولا حيه حقيقه كيعلم باغي الله
فهمت معك الامور. شكرا لك مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا مع الاستاذه زينب هاد المستجدات اللي صراحه نقط قويه في الموضوع، ولكن بطبيعه الحال المساطير والناس ديال القانون هم لهم الحق للبحث اكثر بدقه في هاد المعطيات. استاذه زينب، سمعتي التصريح ديال الاخت؟ فاش شفتي هاد الامور اللي كتجي من المحيط؟ نعم شكرا يوسف، فعلا بعد ما كنا درنا شي كيف موضوع السيد وكيل العام المماليك على اساس القتل تمويه بحادثه سير مميته مع استخراج الجثه واجراء خبره جينيه. فعلا السيد وكيل العام كان مشكور، غادي يحل لنا على التحقيق لاجراء خبره جينيه. من بعد هاد الشكايه تحدثت مع العائله ديال السيدة أسماء بالتواصل والاحتكاك، كنهضر معاهم هكا اكتشفوا لي على مستجدات أخرى اللي هي كانت مهمة في هذا الملف، وإن شاء الله غنقدم للسيد وكيل العام الملك هذه الوثائق بناء على المراسلات، وغندير بحث إجراء بحث كبير بناء على الوثائق اللي عطاهم لي هما. أستاذ الله يوفقك يا ربي، لانه صراحه المستجدات كما قلت غريبه ولكن هي في جوهر الموضوع. نتمنى لك التوفيق. غنديروا في اقرب وقت للسيد وكيل العام الملك، وغنديروا لان الملف غيمشي للتحقيق يتفتح بحث، وضروري غنديروا استخراج الجثه لانه هو هذاك اللغز الحقيقي باش نعرفوا شكون اللي في ذاك الصندوق. وراه مشكله كانت شي حاجه اخرى، راه مشكله بانت لي انا نهار عرفت هذه المشكله بانت لي مصيبه. مصيبة كبيرة خاصة تحل في أقرب وقت ممكن. أستاذة شكرا لك، تفضلي. واحد الكلمة أخي يوسف، حنا هذا الموضوع ديال أسماء ختي حنا الأمام ديالو إلى يوم الممات، مادام الروح كتطلع وكتهبط فينا حنا راه مورا هذا الملف ديال أسماء ختي إلى حين يطلع هذاك الصندوق، لأنه هو بيت القصيد. غير نعرفوا هذاك الصندوق واش فيه ختنا ولا لا، بغينا نبردو، بغينا حنا نرتاحو، بغينا حنا نعرفو طعم الحياة. راه هاد الحادثة وقعت لينا في العيد الكبير ديال 2019، دابا راه حنا على أبواب العيد الكبير، حنايا كارهين وكرهان تام، راه ما حاملينش العيد الكبير، راه كانت عندنا فيه أكبر فاجعة، راه كنتمنى الناس يحسوا بينا ويقدرونا، والسلطات حتى هي تقدرنا وتاخذ هذا الملف بعين الاعتبار، راه ما كنطلبوا والو، استخراج الجثة والتحقيق من الهوية ديال هذيك اللي في الجثة اللي في الصندوق، وهذا الشيء اللي باغيين حنايا، وشكرا. الله يوفقك يا ربي، شي إضافة؟ سي يوسف، بالنسبة للأخت ديالو دابا اللي تكلمات، راه سمعنا قبيلة في الكواليس كانت كيبكيو كلهم، الأم كتبكي والبنت كتبكي، كتبكي تقول لك أنا ما بغاوش غنمشي ذاك الصندوق بيديا، قالت لك نجبدو ونخرجو ونشوف اش كاين، لأن ما يمكنش نبقى نتسناو، راه صافي با تدمر، أمو تدمرات، خويا تدمر، اللي دار دابا دار عملية لراسو، دار عملية لراسو في خطر، قالت لك هي أنا ما خدتش السلطات غتقدر تمشي تحل ذاك القبر بيديها وجبد ذاك الصندوق شوف اش كاين، لأن هادشي كتقول، لأن حتى حد محاسبة المعاناة اللي كنعانيوها حنا هنايا، اقسم بالله الا مستعده يحلوا الصندوق ويدفنوني فيه انا، الحياه انا صافي مليتها، ما بقاش عندي طعم الحياه، راه هادشي ظلم، راه هادشي ظلم، ما طالبين والو، نعرفوا واش ختنا ماتت ولا حيه، ما كنطلبوش شي حاجه مستحيله، كنقولوا من 2019 راه حنا درنا شكايه وما كناش عارفين بهذا الشيء، والحمد لله الناس اللي واصلين في القانون ورشدونا وعرفونا ورونا الطريق اللي خاصنا نيت الاتجاهات الصحيحه اللي خاصنا ننقدو. اما هذا الملف راه كان كيبان لينا كله ظلام في ظلام، لاننا لقينا الناس القراب لينا ضدنا، علاش بعيدا اش درنا ليهم اللي عندو شي حاجه ضدنا يخرج يواجهنا بها وكيل القضاء، ما درنا حتى شي حاجه لهاد الناس، كنقلبوا على حق اخت مفقوده، وهذا راه حق كيخولوا لينا القانون، كيخولوا لينا جميع يعني جميع الحقوق عندنا باش نهضروا بهذا الصوت، كلشي كيقول لنا سكتوا، باش غنسكتوا؟ باش من الحق غنسكتوا؟ وعلاش غنسكتوا؟ علاش غنسكتوا؟ عندنا جثة وعندنا صندوق وعندنا قبر، باغيين غير معينة. وحنا ما غايمكنش نتنازلوا على هذا الملف اللي في اقرب وقت ممكن غادي يعطيونا الاذن باش نديروا الخبرة الجينية، لان الملف كنهضر درتوا الشكاية ما كانش تحركات لان كانت كوفيد، لان ما كانوش عارفين هاد راه قضاء نزيه، وراه غنوصلوا للحقيقه، راه كل شيء السلطات في العالم نزيهه، لان الغرض ديالهم هي تحقيق العداله. وشكرا لك، شكرا لك استاذ، انا معك، شكرا لك اختي، الله يفرج عليكم يا ربي. مشاهدينا الكرام، اعتقد بانه الختم كما تبعتوا معايا كيتكلم بقلبها، وكذلك المحاميه اللي مأديه القسم وكتشوف حيتيات القضيه وبعض النقط التي هي في جوهر الموضوع، لانه لو تم تفعيل مجموعه
من الخطوات الإيجابية في الإطار القانوني ما كان ليكون المآل لهذه السيدة أنه يكون دفن بهالطريقة، وهذه هي علامة استفهام. مشاهدينا الكرام، النداء لوجهة الأستاذة وكذلك المتضررة اللي كتكلم عن الأخت تيلا لاتخاذ المتعين في الموضوع، وهذا هو ما نطمح إليه بطبيعة الحال في هذا الملف. مشاهدينا الكرام، نحن لا تتبع الملف ديال الأسماء. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.